السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله نتكلم في موضوع مهم وبيتكرر مع ناس كتير قوي. جات لي رسالة من صديق لنا على القناة بيقول إن الحمام طفش، بس خلي بالكم بعد قد إيه؟ اترمى من 60 كيلو. طيب يعني إيه الحمام اترمى؟ بعد كده يمشي. علشان ارد الرد المظبوط لازم يكون عندي تجربه هقولها لكم باختصار. فاكرين طبعا الناس اللي متابعانا تفتكر الكلام دوت الزغلولين اللي احنا قلنا معجزه وطاروا هم فيهم ريش اصفر بيصاصوا ورحت رميتهم والكلام ده كله. طبعا نجي الحمام تعب عندي، وقفت الرمي والفرخ والكلام ده كله علشان لحد ما اظبط الحمام من اول جديد. المهم انا حبستهم لما دخل المرض على الحمام، حبست الحمام كله بحيث ان مفيش حمامه تتحرك من مكانها عشان ما تعديش الثانيه، لان ما عنديش مكان غير المكان دوت. الزغلولين دول او الفردين دول طبعا انا كنت راميهم برضو، اصبح ان كل واحد حبسه في عين تقريبا حوالي 20 في 30، اللي هي العيون اللي ورايا اللي فوق ديت. طيب العيون دي صغيره، حبسته يمكن اسبوعين ويمكن اكتر. انا خايف اطيره، لما هيطير هيجي هيقف على سور البلكونه، هيقف جنب الحمام التعبان، هيتعدي منه سواء زبله سواء كل حبه ذره مكانه، فخايف عليه ما اقدرش اطيره. المهم جيت في يوم ورحت مطيره بعد ما بالعمليه بدات ايه تظبط شويه. الفرد طار طبعا ورجع وكل وكل حاجه، وبعدين راح واقف على البيت اللي قدامي. اول مره يعني كل واحد عارف حمامه بيركن فين، انا ده ما بيقفش ابدا على البيت اللي قدامي ابدا. وبالصدفة أنا كنت واقف في البلكونة وجاي أخش، فببص لقيته وقف على البيت اللي قدامي وراح باصص لي، يعني باصص ناحية على البلكونة. فأنا قلت إيه ده، ماله دوت، إيه اللي موديه هناك يعني؟ فهو واقف سبحان الله زي ما يكون بيودعني، زي ما يكون بيودع المكان، زي كده يعني، لكنه بني آدم. طب هل الحمام عاقل وواعي للدرجة دي إن هو في حاجة مضايقاه يمشي؟ أنا قلت صراحة حاجة ضربته حاجة كلته، لأن مش معقولة إنه هينزل عند حد، ومش معقولة إنه هيضيع. الحمام مرمي من مسافة، والحمام المتربي في بلكونة مش هينزل على غية ولا على سطح ولا الكلام ده كله. أنا قلت حاجة كلته، صقر بومة أي حاجة. تعدي الأيام حوالي أسبوع وأبص ألاقي الفرد في البلكونة وشكله كده إيه خاسس، طبعا بره قلة أكل قلة شرب الكلام ده كله. رحت انا فتحت الحمام اللي عندي اللي كان طاير فردين بحيث ان هو يقعد معاهم، طاروا مع بعض الثلاثه، هم رجعوا وهو برده ما رجعش. طيب هل هو يعني شوف عقليه الحمامه ان هي مثلا من متضايقه من الحبس فان هي تمشي، ولما يوحشها مكانها تيجي تزوره وتمشي تاني؟ هل الحمامه عاقله وواعيه للكلام ده؟ اكتبوا لي رايكم برده، رايكم يهمني، يعني احنا بنتناقش او بنتبادل خبرات مع بعض بحيث نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. فبقول لصديقنا دوت انت دور عندك ايه اللي ضايق الحمام وخليه يمشي، لازم في حاجه انت الوحيد اللي تعرفها زي ما انا عرفت الحاجه اللي عندي. ان هو في عين صغيره، انا اكل مظبوط شرب مظبوط ومحدش بيضايق ولا اي حاجه، بس العين الصغيره اللي اتحبس فيها فتره دي اكيد هي اللي مضايقاه، مش عايز يقعد في عين التاني خلاص قاعد. ويعني في فرد ارتاح وفي فرد يقول لك لا ما اقعدش في كده، زي البني ادمين كل واحد ليه دماغه. لازم تشوف ايه اللي مضايقه، هل في حد بيهشه، حد بيضايقه، حاجه العين صغيره بتخش له فار، في عيل عندك في البيت بيخش البلكونه يضايقه، لازم تعرف القصه دي، محدش يعرفها غيرك. متاخر عليه في الاكل مثلا، ما بتاكلوش، الله اعلم، برضه تشوف ايه اللي حصل، فلازم تعرف ايه السبب. فيا جماعه الحمام بيروح، الحمام الجمعيه اللي هو الزاجل بالذات، الحمام الزاجل بالذات اللي بيروح يبقى رايح بسبب، لكن الحمام التاني بقى اللي بيتضرب الاسترالي والكلام ده قصه تانيه ملناش دعوه بيها. ده بيتضرب لان هو مش متدشر كويس او مش ابن المكان او اسباب تانيه كتير، موضوع تاني، لكن احنا في الزاجل اللي بيضيع خصوصا لو متربي في بلكونه. عشان كده يا جماعة بنقول لازم الواحد يريح الحمام بصورة يعني فوق الممتازة بحيث ان هو ما يسيبش مكانه.
تحياتي لكم جميعا، أخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.